بنرحب بحضراتكم اعزائي المشاهدين في اولى فقراتنا الحواريه. عندنا مدارس وعندنا مدرسين وعندنا توخات وعندنا معامل وعندنا طلبه وعندنا يعني ادارات تعليميه، وكل الناس دي موجوده وكل هذه الاصول موجوده على الارض، وكل الناس دي بتقبض مرتبات، لكن في الاخر نيجي نبص على المنتج. ده اهم حاجه بالنسبه لي، يعني اهم بالنسبه لي من المدرسه والمدرس والطالب. خلينا نشوف المنتج النهائي، هل هذا المنتج يتمتع بالجوده المطلوبه؟ دايما بنلاقي فيه قصور. الدوله النهارده يمكن زي ما عملنا كده ثوره في قوانين الاستثمار، كمان الدوله النهارده مصره انها تعمل ثوره في نظام التعليم من اول الكيجي او مرحله الرياض الاطفال او الروضه لحد الجامعه. ويمكن السيد وزير التعليم يعني اتكلم كتير في هذا الموضوع، وخلاص احنا في صدد النهارده تنفيذ نظام الثانويه العامه الجديده وما الى ذلك. اذا ففي تطوير كبير جدا بيحصل، لكن لازم يحصل معاه مجهود موازي عشان نساعد هذه الخطه بتاعه الدوله وهي جوده التعليم. في مؤتمر مهم جدا، مؤتمر عالمي ودولي اقيم مؤخرا بعنوان مستقبل جوده التعليم والتدريب التربوي لتطبيق خطه 2030. خلونا نتعرف مع بعض ونلقي الضوء على هذا المؤتمر الهام جدا في مجال التعليم مع احد منظمي هذا المؤتمر، الاستاذه صحر الهلالي المدربه في امور التنميه البشريه والمهارات الحياتيه. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيكي. خليني اعرف هذا المؤتمر يعني اللي اقيم من فتره 26 و27، يعني المزمع اقامته في 26 27 ابريل، او يعني تم بالفعل تم خلص خلاص يعني. عايزين نعرف من حضرتك بقى اهم التوصيات والفكرة اصلا اقامه المؤتمر جت منين؟ هو مبدئيا فكره المؤتمر كانت بيني وبين ثلاث شركاء النجاح، الاستاذ تامر فوزي والدكتوره سماح سلامه الاستاذ محمد الشريف والمركز الخاص بينا، هم مجموعه مراكز خاصه. مجموعه المراكز فكرت انها تعمل فكره جميله انها بتدعم بيها المؤتمرات، فكرنا نعمل مؤتمر دولي تربوي في الاساس بيهتم بعمليه التدريب والتطوير والجوده، وده من خلال المقدمه اللي حضرتك قلتها دلوقتي. احنا محتاجين فعلا التجويد والمنتج، محتاجين ندعم كمان الجهاز الحكومي او الجهاز اللي هو اللي يعتبر الرسمي بالجهات الخاصه تكون واقفه جنبه دعما في الموضوع ده. فعشان كده فكرنا في فكره المؤتمر ده. يعني المؤتمر ده يا فندم كان يعني مجهود موازي للمجهود الحكومي، يعني مجتمع مدني يعني هو اللي عمل هذا المؤتمر، لكن هو في الاساس برعايات حكوميه. يعني لو حضرتك هتلاحظ حضرتك هو برعايه اكاديميه سيادات العلوم الاداريه، المعهد القومي للجوده، المجلس الوطني للتدريب التابع لخمس وزارات، الجمعيه العامه للتنظيم والاداره، والاهم من ده لو حضرتك شفت اللي هم الرعايه هتلاقي هي كانت برعايه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيد عبد الخالق هو الاسبق، وطبعا معانا كان معانا الدكتور طارق الحسري، وكان معانا الدكتور نبيل الزهار، وكان معانا الدكتور محمد عثمان، وكان معانا طبعا بتوصيفهم يعني الدكتور طارق الحسري نائب رئيس مجلس الاداره المجلس الوطني للتدريب ومستشار وزير التخطيط السابق، استاذ الدكتور محمد عثمان رئيس مجلس الاداره بالمعهد القومي للجوده التابع لوزاره التجاره والصناعه، معانا الدكتور نبيل الزهار استاذ الدكتور نبيل الزهار عميد كليه التربيه الخاصه جامعه يعني مصر. يعني الباقه كان فيها كلها حكومه تقريبا كنا بنعمل لها كانت صبغه حكوميه رسميه على اعتبار ان هم المعنيين بالشغل ده، فكان يعتبر هو فعلا كان ميكس او هو فعلا هو تعاون مثمر بيننا وبين المجتمع المدني وبين الحكومه. تمام. حلو جدا. عايز اسال حضرتك سؤال، يعني هل تم في هذا المؤتمر عرض مشكلات او وضع ايد الجهات الحكوميه على مشكلات يمكن هي مش واخده بالها منها، ولا كان مجرد يعني تبادل لوجهات النظر والاراء؟ طيب مبدئيا كده بالنسبه لاي مؤتمر هو اللي حضرتك بتشوفه بيظهر خلال يوم او يومين او بضعه ايام ده بياخد تنظيم شهور. اكيد طبعا مفهوم. الهدف منه الاساسي كان اول خالص هو تبادل افكار، عرض افكار، يعني حضرتك حاضر في المؤتمر بتعرض الفكره بتاعتك، في حد تاني حاضر في المؤتمر بيعرض الفكره بتاعته، البحث اللي هو موجود في الدرج ومقفول عليه هو بيتعرض وبيتنشر وبيدك بيقول انا موجود، يعني انا محتاج التطبيق على ارض الواقع. احنا محتاجين ده طبعا بالظبط. يعني كم من باحثين كتير جدا عملوا الابحاث بتاعتهم في صمت وخلصوا البحث في صمت وقدموا التوصيات في صمت وانتهى الموضوع في صمت، بتحطت حبيسه الادراك. فيمكن المؤتمرات الدوليه دي او المؤتمرات العلميه وخاصه التربويه التدريبيه دي هي بتسلط الضوء على الابحاث دي وبتبتدي بقى نعرض فيها. يعني كان عندنا في المؤتمر ده حوالي 16 بحث ورقه عمل تم مناقشتها جميعا وبحضور الضيوف الكرام، طبعا المناقشه دي اسفر عنها توصيات
المناقشه دي كل واحد عرض وجهه نظره، كل واحد عرض المشكله اللي عنده. مجرد انها تترفع على اليوتيوب والناس تسمع لها والمسؤولين يسمعوا لها، ده في حد ذاته انجاز، معناه انها خرجت طبعا من الدرج اللي هي محطوطه فيه الى ارض الواقع. عايزين نطبقها وعايزين ننفذها. يعني في مجموعه كبيره جدا 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 من الافكار على فكره، وهتستغربوا ان من اجمل الافكار اللي عرضت، عجبني جدا افكار الشباب او افكار الطلبه نفسهم. يعني افكار الطلبه نفسهم في حل ازمات ومشكلات التعليم، في مقترح عجبني جدا ويمكن وان كان غير قابل للتنفيذ، في طالبه جميله قوي اتكلمت في احدى القنوات بيقولوا لها يعني ازاي نحل مشكله التعليم، قالت لهم خلوا الـ يعني الطالب يختار المدرس اللي هو عايزه، وبالتالي ده هيرفع من اسهمه او من مرتبه وما الى ذلك. يعني فليه ما نعملش كده يعني نوع من انواع الانتخاب، احنا الطلبه نختار المدرس بتاعنا وبالتالي نرفع اسهمه، وبالتالي بقيه المدرسين يتنافسوا مع بعض ازاي ان هم يبقوا زيه، لان الطلبه فعلا بيقولوا في الماده الفلانيه في استاذ فلان فلان ده شاطر قوي، طب احنا عايزين كل المدرسين يبقوا شطار زي المدرس ده، ايه سبب تميزه؟ يبقى في نوع من انواع المنافسه. في افكار كتير جدا 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 جدا، وانا سعيد استاذه سحر ان حضراتكم يعني بتجيبوا البحث او الفكره اللي هي اللي بره الصندوق وتعرضوها قدام المسؤول الحكومي ونشوف مدى قابليتها للتنفيذ. انا هكمل لحضرتك فكره جميله جدا، في حد عرضها وان كانت ما تعرضتش، لكن هو تواصل معايا بعد كده عرضها، خاصه بالتربيه الخاصه، لو اكتشاف المبكر لحالات التاخر، لان تقريبا كان المؤتمر بيسلط كتير قوي على موضوع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، واللي هو فعلا الحمد لله بدا في الفتره الاخيره الاهتمام بيه، لانه طبعا كان جزء مش محدش مهتم بيه، محدش حاسس بيهم اصلا، محدش حاسس بوجودهم. فطبعا هي قالت فكره جميله جدا، الفكره دي انا بنيابه عنها استاذه زهراء انا ببلغ بيها دلوقتي، بتقول عشان اكتشف حالات التاخر او الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، زي ما في قافله طبيه انا هعمل حاجه اسمها قافله تربويه لاكتشاف الحالات دي، لو عربيه واحده في الشمال وعربيه واحده في الجنوب او عربيتين فوق وعربيتين تحت، العربيتين دول عربيه فيهم هتبقى فيها حاجه اسمها قافله طبيه وحاجه اسمها قافله تربويه، مستشارين واخصائيين في الموضوع ده هيمشوا خلال المناطق وبالذات النائيه او بالذات المتطرفه، هي طبعا ما فيش اهتمام بالحالات دي، اللي للاسف اولياء الامور بيعتبروها بالنسبه لهم صبه ووصمه عار او نقيصه في حياتهم او عبء عليهم. بنكتشف الحالات دي من الجهات من الناحيه الطبيه كاطباء موجودين متخصصين، ومن الناحيه التربويه وكمان هم يواجهوهم يروحوا فين، يعني بيكتشفوا الحاله دي نوع الاعاقه النسبه بتاعتها قد ايه، ده في قبل سن التعليم يا فندم، قبل ما الطالب يخش المدرسه، حتى هو لسه صغير من هم لسه، خلي بال حضرتك كل ما اكتشفت الاعاقه في وقت مبكر كل ما كان التعامل معاها افضل، كل ما اصبحتش مشكله سواء من الناحيه الطبيه او من الناحيه النفسيه والتربويه والاجتماعيه طبعا والمجتمعيه كمان، كل ما اصبحتش عبء بالعكس هم ممكن يصبحوا بعد كده منتجين، يصبحوا بعد كده يعني احنا عندنا ما شاء الله دلوقتي عندنا اللي هم اصحاب اللي هم عندهم الحالات الخاصه دي اخد حوالي 60 ميداليه في دلوقتي. هو بصراحه كمان يعني من اول ما جاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيولي اهتمام خاص طبعا جدا، وحتى قال عليهم دول ذوي القدرات الخاصه، لان هم طاقه فعلا لا يجب اهدارها ابدا، هم فعلا أبداً عندهم أبداً نقاط قوه ممكن تغطي نقاط الضعف اللي عندهم، لو احنا سلطنا الضوء عليها هنلاقي نقاط القوه اللي عندهم وندعمها، ونقاط السلبيه اللي عندهم او نقاط الضعف، يعني هي كل مين فينا ما عندوش نقاط ضعف، صحيح. مين فينا ما عندوش نقيصه ومين فينا ما عندوش سلبيه، لكن هم مشكلتهم ان هم احنا بنركز على السلبيات اللي عندهم ونسيبين نقاط القوه اللي احنا ممكن نلعب. ومدى رقي الدول اصلا بيقاس كيف تعامل هذه الدوله ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني حتى عشان نحسن صورتنا الذهنيه عند الناس اللي بتتفرج علينا ومتابعينا دايما، ازاي بتعامل ذوي الاحتياجات الخاصه، بتقاس مدى رقيك من هذا التعامل. برجع لحضرتك على نقطه مهمه جدا 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 وهي نقطه التدريب، ويمكن دي يعني ايه السنه الغائبه في الجهاز الحكومي المصري، ودي دي حقيقه، ولكن رغم الضغوط الشديده اللي على وزاره التربيه والتعليم وان ادائها مش الافضل، ولكن بصراحه هم الناس اكتر ناس يعني بسمع لهم دايما ان في دورات تدريبيه او في تحرك، وان تكون غير كافيه لمواكبه الحداثه في التعليم، لكن كيف تري حضرتك او تقيمي عمليات التدريب داخل وزاره التربيه والتعليم، وما المتوقع في الفترة القادمة؟ طيب مبدئيا نتكلم عن أهمية التدريب. تعالى نقول إن مفيش أي مؤسسة خدمية أو إنتاجية أو وزارة أو حكومة أو مصنع أو أيا كان المكان حتى لو مشروع صغير
هيبقى عنده كفاءه عاليه الا بالتدريب. صحيح. في الاول كان التدريب مهمل جدا بيعتبروه رفاهيه، لكن دلوقتي التدريب بقى من اساسيات التقدم والتطور. تضيع وقت بقدر كمان. يعني بقدر وقت. ما حضرتك هو دلوقتي بقى استثمار للوقت واستثمار للطاقات واستثمار للمهارات والامكانيات. بقدر ما حضرتك تدرب الكفاءات والكوادر اللي موجوده عندك، بقدر ما حضرتك يكون عندك المنتج افضل وافضل وافضل. يبقى اذن التدريب رقم واحد او اكتر حاجه في عمليه التطوير. عايزه بس اشكر قبل ما يعني قبل حتى ما ننتقل، كان في شخصيه دكتور استاذ الدكتور علاء متولي. استاذ الدكتور علاء متولي من الشخصيات اللي هو مدير مركز او استاذ مناهج ومدير مركز تطوير قدرات اعضاء هيئه التدريس والقيادات بجامعه بنها. هو برضو من الشخصيات المهتمه بالتدريب جدا، واللي بينا وبينه تعاون، وهو كان معانا في المؤتمر ويعتبر هو من اكثر الشخصيات اللي كانت موجوده اثناء مناقشه الابحاث. ده مبدئيا عشان شيء بالشيء يذكر. موضوع التدريب زي ما قلت لحضرتك، كل ما تصرف حضرتك على التدريب كل ما هتلاقي النتيجه افضل بكثير جدا جدا طبعا. جدا. نيجي للمدرس او المعلم، هو محتاج يتدرب. طب محتاج يتدرب ايه؟ حضرتك كنت لسه بتقول دلوقتي فكره جميله جدا، ان البنت قالت خلي التلميذ يختار المدرس. اذا انا المدرس كل ما يكون هو اللي بيعرض احتياجاته انا محتاج ايه، كل ما يكون التدريب فعال. المدرس كل ما يكون هو مقتنع باهميه التدريب. احنا عندنا الحمد لله عندنا فعلا تدريبات كتير جدا في تبع الاكاديميه المهنيه للمعلمين، في تدريبات خاصه اساسا داخل عندنا مراكز تطوير ومراكز التنميه المهنيه المستدامه موجوده في وزاره التربيه والتعليم. القصه كلها احنا عايزين نشتغل بس على قناعه المدرس. يعني ايه قناعته؟ لو حضرتك مقتنع بالشيء وعارف ايه الاهميه بتاعته حضرتك هتسعى له، بدليل ان الناس دلوقتي بتتجه للمدارس للجهات الخاصه او المراكز الخاصه بتدفع فلوس علشان تتدرب. لكن احنا عندنا التدريب موجود مجاني، وبنقول في تدريب كذا وفي تدريب كذا وفي تدريب كذا. ينقصنا ثلاث اجزاء صغيره جدا. الجزء الاول ان انا اشتغل على قناعه المعلم، نكون مقتنع باهميه التدريب، هيفيده بايه، هيطوره ازاي، هيرفع من كفاءته، هيكون اداؤه افضل. الحاجه الثانيه اللي هي دراسه الاحتياجات، ايه الموضوعات اللي المعلم محتاجها. المعلم محتاج في النقط 1 2 3. طبعا كل واحد فينا عارف هو محتاج في ايه، ونقول مثلا لو تعديل السلوك مثلا استراتيجيات تعديل السلوك، احنا كمعلمين محتاجين استراتيجيات تعديل السلوك، نتعلم ازاي نعدل السلوك. احنا اكتر فئه او المعلمين اكتر فئه بتبقى مهتمه بان هي تعالج المشكلات بتاعه التلاميذ. بمعنى اذا كان حد هيجي يعمل بحث منبر على تعديل سلوك الطفل ده، المعلم اكتر واحد موجود بيتعامل معاه وبيتعامل مع المشكله، هو اللي بيكتشفها وهو اللي يبقى منوط بالحل بتاعها، هو اللي بيطبق الاستراتيجيه بتاعه التعديل السلوك دي. اذا هو محتاج ثقافه تعديل السلوك. موضوع ان المعلم يبقى مدرب، محتاجين المعلم ياخد مهارات يكتسب مهارات التدريب، يعني يقف في الفصل مدرب اكتر ما هو مدرس. الناحيه العلميه الحمد لله معظم الناس عندها موجوده عاليه جدا. اهم حاجه بقى الطريق او القناه اللي هيوصل بها الناحيه العلميه دي، التفاعل اللي بينه وبين التلميذ، مهارات العرض والالقاء، دي حاجه مهمه جدا، البادي لانجوج بتاعت المعلم وهو شغال يتعامل ازاي في مواقف حرجه ممكن يتعرض لها. اذا التدريب هو لب واساس العمليه التعليميه، وده بيرفع من كفاءه المعلم. والحمد لله بقى متوفر دلوقتي، ومش عايزين نقول مفيش حاجه 100%. يعني حضرتك لو انت عملت كده تقييم لاي حاجه مش هتبقى 100%، وهتلاقي كل فتره بيطلع لك يعني مثلا حاجه معينه سلبيه معينه بتتعالج، سلبيه معينه بتتعالج، وده اللي بيحصل في اي جهاز حكومي. أكيد زي ما بيحصل أكيد في التدريب بالنسبه لوزاره التربيه والتعليم. اكيد. ومش عايزين ننسى الكونسبشن القديم او المفهوم القديم عن وزاره التربيه والتعليم، وزاره التربيه طبعاً. التربيه رقم واحد والتعليم رقم اثنين. يمكن احنا في التعليم شطار، عندنا مناهج وعندنا مدرسين خلاص بقوا حافظين المنهج وعارفين بيدرسوه ازاي، وبيبتكروا كل يوم طريقه جديده فيما يخص عرض الدروس وتوصيل المعلومه بقى يعني بالمهاره كده، ومحتاجين طبعا شويه تدريب علمي عشان يفيدهم في ده. لكن انا برضو عايز اركز على كونسبشن التربيه اللي بيقوم عليه مدرسين الموسيقى والمسرح. يعني مفهوم التربيه ده بيقوم عليه مدرسين الموسيقى والمسرح، التربيه الرياضيه، الاخصائي الاجتماعي، التربيه الصناعيه، التربيه الزراعيه، في شويه نشاطات كده هي اللي بتبني جزء التربيه عند الطالب. الناس دي ما بتديش دروس يا جماعه، ويفترض ان مشاكلهم الماديه تتحل، عشان انا عندي قناعه برضو ان اذا كنت انت يعني مرتاح ماديا، ما انا مش بتكلم عن المدرس يبقى غني يعني ولا حاجه، مش عايزه يبقى مليونير، بس القائمين على العمليه التربويه في منظومه التربيه والتعليم، المدرسين بتاعه المواد ديت، يفترض ان احنا نشغلهم شويه، نرعاهم شويه، ندربهم شويه، لان في غياب. ما اعرفش حد تتفقي معايا في ده ولا لا،
في غياب لدور مدرس الموسيقى ومدرس التربية الفنية ومدرس المسرح الأخصائي الاجتماعي في المدرسة، بحس ان هو كده مدرس الألعاب مدرس التربية الرياضية، يعني لم يعد ينظر لهم بعين الاهتمام او بعين ان هم هي مواد بره المجموع وما بتسقطش، مش قادرين نفهم ان هي دي لا تقل أهمية ابدا عن المواد العلمية. فهل كان لكم توصيات في هذا المجال؟ الاول اسمح لي اختلف مع حضرتك في الجزئيه دي. هو فعلا كان المفهوم القديم عن فعلا المواد الانشطه دي ان هي فعلا ملهاش فايده ملهاش اهميه مفيش اي فايده من ممارستها، لكن تعالى دلوقتي نقول ان بالعكس في الفتره الاخيره دي اهتموا وسلطوا الضوء على الانشطه، لان هي تعتبر هي المتنفس بالنسبه للطالب. هي في جزئيه تانية مهمه قوي ان هي بتكتشف الموهوبين من خلال مثلا الموهوب موسيقيا، الموهوب رياضيا، الموهوب في مجال التمثيل، الغناء والانشاد، الحاجات دي كلها دلوقتي بدا الاهتمام بيها، بداوا يعملوا معارض. كمان في شباب بس ده مش مغطي كل المدارس يا فندم، يعني مش كل مدارس فيها مدرس موسيقى، في مدارس كتير قوي فيها مدرس تربيه فنيه واحد بيدي نص المدرسه والنص الثاني احنا مش بنتكلم يعني بنتكلم على انا عايز اقول عايزين نعزز هذا الدور. لا موضوع عجز يعني انا مش ممثله للتربيه والتعليم في وجودي مع حضرتك دلوقتي، بس انا اللي انا بشوفه ان فعلا في اهتمام في الفتره الاخيره بالانشطه دي وبداوا يعملوا لها. كان الاول هي مش لها يعني مش لها فترات خاصه بيها، بدا يعملوا فترات خاصه بيها وبدا يعملوا معارض وبداوا يهتموا بيها. كمان المعلم نفسه لاحظت ان المعلمين اللي هم الخاصين بالانشطه دي هم شباب، كان الاول يمكن كانوا يبقوا ناس كبار شويه ومعلم ياخد جزء ثقافي وجزء نشاط، لا دلوقتي بقى ناس متخصصه وبقت في كليات متخصصه. طيب في عجاله في اقل من 30 ثانيه عايز اعرف من حضرتك اهم 30 ثانيه للاسف ما كملناش حاجه على فكره معلش نظرا لوقت البرنامج، بس في 30 ثانيه عايز اعرف من حضرتك اهم التوصيات اللي انتوا خرجتوا بيها من هذا المؤتمر للنهوض بعمليه التعليم في مصر. طبعا هو اهم التوصيات اللي كانوا الباحثين كمان بيركزوا عليها كان بيقولوا عايزين اهتمام وتطبيق على ارض الواقع، ده رقم واحد. عايزين نهتم بذوي الاحتياجات الخاصه، عايزين كمان معايير اعتماد المعلم المدرب والحقيبه التدريبيه والمراكز تكون مقننه وتكون تحت رعايه وتكون لها معايير، وده طبعا موجود وكان معانا المسؤولين عن الموضوع ده. عايز انوه في الفتره في جزء بسيط جدا عن مثلث التطوير اللي يمكن ما لحقناش نتكلم عنه اللي هو عباره عن المعلم والام والطفل، وعايزه اقول للام مهم جدا ان انت تكوني على صله دائمه بالمدرسه، مهم جدا ان تكوني على صله دائمه بابنك، يعني انت حضرتك لازم تكوني مع ابنك، مش مجرد ان انا بوديه المدرسه وبرجعه وخدت ايه النهارده يعمل الواجب خلص الموضوع. انت حضرتك الاساس مع المعلم، المعلم مهما اشتغل في المدرسه مش هيقدر يجيب النتيجه زي ما حضرتك تكوني بتكمليه في البيت من الناحيه التربويه ومن الناحيه التعليميه ومن الناحيه النفسيه. وبالنسبه للتدريب كنت في مجالات كتير كنا عايزين نتكلم فيها موضوع التدريب والمدربين، معلش هنفرد لها بقى مساحه في الفقره الجديده باذن الله، لكن بشكر حضرتك جدا على مجهودك. مفيش نجاح في الدنيا لاي دوله الا ان يكون المجتمع المدني شغال مع الحكومه ايد بايد وبيتبادلوا الافكار وبيتبادلوا المهارات. التعليم يعني مجهود مشروع قومي. طبعا طبعا مشروع قومي، يعني جميع المؤسسات والجهات القوميه مسؤوله عن نجاح التعليم أكيد. وده كان الهدف ان احنا تواجدنا في المؤتمر ده، ان مش الجهات الحكوميه بس هي المسؤوله عشان عن التعليم واعلائه وتطويره، لا احنا كمان كمجتمع مدني وكافراد وكمؤسسات حتى ولو كانت خاصه مسؤولين عن ده، وبنقول احنا بنساهم واحنا موجودين وان شاء الله يكون في تعاون دايما. انا بشكرك شكرا جزيلا، بشكر كل اللي نظموا معاكي هذا المؤتمر الدولي، بشكر كل اللي فكروا حتى في هذا المؤتمر، بشكر كل الناس اللي راعت هذا المؤتمر. واتمنى ان شاء الله ان هذه التوصيات نشوفها في الطبق. اسمح لي اخر كلمه. اتفضلي يا فندم. لو حضرتكم لاحظتوا اليوم الليله السابقه للمؤتمر كانت رعد وبرق وامطار وسيول على مستوى الجمهوريه، وده ما منعش الناس ان كان المؤتمر كان حافل بالباحثين والمشاركين، وما منعش القيادات انها تكون موجوده، وبجد كانت مفاجاه جميله جدا ان الناس رغم كل شيء بتخرج طلب للعلم. الليله اللي قبلها كانت ليله تحرير سيناء، ودي دول مصر دول مصر ودي مناسبه برضه سعيده دول المصريين. ما شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه سحر الهلالي مدربه تنميه بشريه ومهارات حياتيه واحد منظمي مؤتمر مستقبل جوده التعليم والتدريب في مصر، بشكرها شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين استاذن حضراتكم فاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه، تابعونا.